رجعنا لكم الجديد مشاهدينا الكرام. لفتت انتباه المادة اللي شفناها قبل شوي مع السادة المشاهدين وذكرتنا بأيام جميلة ما تنسي. برنامج افتح يا سمسم، هذا البرنامج التعليمي والتربوي، والحلو أنه من إنتاج مؤسسة البرامج المشترك لدول الخليج العربي. اليوم طبعا برنامج موجة لجميع أفراد العائلة وخصوصا الأطفال، تم إنتاج الجزء الأول عام 1979، أما الثاني فكان في عام 1988. وأكيد ما ننسى شخصياته، ومنها نعمان وملسون وعبلة والضفدع كامل، شخصيات كثيرة مرت علينا ما تنسي العمر كله. دام ذكرنا التربية والتعليم، الحين طلبتنا مقبلين على بداية امتحانات نهاية العام، وفي الامتحانات يكرم المرء أو يهان مثل ما يقولون. خلونا وهني الطلاب طبعا يكونون تحت ضغط نفسي وقلق كبيرين. نصيحتنا لكم طالب، حاول تجتهد وتنظم وقتك وتحرص على المذاكرة في أجواء تساعدك على التركيز أكثر وأكثر. وأيضا سعيدين بتواجد الأستاذ فهد المعمري، عضو في مبادرة المعلومات ومتطوعون. حياك الله أستاذ فهد، منورنا ومشرفنا، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أول شيء نشكرك على قبولك الدعوة. خلنا نتكلم، متى بلشت هذه المبادرة وشنو الهدف من هذه المبادرة؟ بداية شاكر لكم الاستضافة، الله يعطيكم الصحة والعافية. بالنسبة لمبادرة معلمون متطوعون، تأسست في 2017 من قبل الأستاذ الله يذكره بالخير الأستاذ بدر بن غيب. فعليا بلشنا دراسة أو تقديم مراجعات كانت في 2018 للدور الثاني. الحمد لله رب العالمين، بعد القبول ما زلنا مستمرين لحد الحين، تبارك الرحمن. الفئات المستهدفة أستاذ فهد اليوم من هذه المبادرة من هي؟ الفئات المستهدفة طال عمرك اللي هما طلبة الابتدائي، حلو، من الصف الرابع وانت صاعد لغاية المتوسط والثانوي. في مشاريع نظمناها أيضا لطلبة الابتدائي، انت عارف فترة كورونا والأمور هذه. أي أكيد. فالحمد لله رب العالمين قدمنا مشروع اسمه دراسة وناسة. هذه طال عمرك حق نقول تقريبا فاقد التعليم، من اسمها حلوة تشد المتابعة. الدراسة وناسة حق طلبة الأولى ابتدائي، الثاني، الثالث، الصف الثالث، المتوسطة، السادس والسابع. يعني انت تدري قاعدة البيت شوية في بعض المهارات فقدوها الطلبة. صحيح. منها الكتابة، القراءة، أبسط الأمور، عمليات الجمع والضرب. طبيعي. فالحمد لله رب العالمين، يعني تطوعوا معنا معلمين كثر، الله يجزاهم خير. يعني شفنا طال عمرك اللي هو التفاعل، ومن اسمها انت دراسة وناسة، دشوا أنشطة ترفيهية. صحيح. الحمد لله رب العالمين. عشان شوية لا يصير التركيز والفوكس دائما على المذاكرة المذاكرة. نعم. فالطالب يزهق. صح. فعشان كذي انتم تغيرون شوية وناسة. دراسة وناسة. دراسة وناسة. نعم. نعم. ملاحظ أنا من المبادرة هذا. نعم. ان تركيزكم صاير على الفئات العمرية الصغيرة. نعم. التأسيس، انتم تطمحون ان تأسسون جيل صح. والله شوف طال عمرك احنا ما نبي نطلق لقب التأسيس بالطريقة هذه، ولكن احنا نحاول كثر ما نقدر. يعني انا نفس ما قلت لك الحمد لله رب العالمين، الله يزيل عنا كورونا وهذا. اللهم امين. اللهم امين. احنا شفنا ان في نقص عند الطلبة، فعشان كذي ركزنا على الجزئية هذه اللي هم الفئة العمرية هذه، المرحلة، مراحل هذه. صحيح. في القراءة والكتابة وعلميات الرياضية، ايضا نركز على طلبة المتوسط، طلبة الثانوي. فجأة طالب كان في المتوسط، المرحلة المتوسطة صار بعد سنتين تقريبا في الثانوي. صحيح. مرحلة ثانية. صار في شوية جاب معين. بالضبط. حاولنا نغطي الموضوع هذا للأمانة. ممتاز. نعم. اليوم هل المبادرة تغني الطلبة عن الظاهرة السيئة اللي احنا نشوفها للأمانة، اللي هي ظاهرة المدرس الخصوصي؟ هذه اللي أرهقت جيوب الكل هذه. نعم 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 صحيح. أقدر أقول لك نعم، يعني قدرنا بشكل كبير أن نقول لهم ترى في معلمين معلمات يتطوعون وبالمجان بدون منه، بدون فضل، الفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا واجبنا أن نقدم الدروس هذه لهم. نعم شفنا أمثلة كثيرة، يعني أن ولي الأمر ما عنده أنه يدفع، عنده مثلا 4-5 سهال أنه يدفع لهم
المبالغ الكثيرة هذه. صحيح. الحمد لله رب العالمين غطينا الجانب هذا بشكل كبير، ونطمح إن شاء الله في المستقبل أن نقضي على الظاهرة إن شاء الله. اللهم آمين. نتمنى الاعتماد على النفس، نتمنى أن الطالب هو من كيف يدرس. إحنا يمكن ما أذكر من أي مرحلة، لكن كنا صغار وأهالينا خلونا نعتمد على نفسنا، أن خلاص أنت أدرس بروحك، بالضبط، أنت تطور من نفسك، كثر ما تفشل تحاول راح توصل حق الطريق الصح. صح أستاذ عبد الله، بس في جزئية الحين ترى الوضع الحين أفضل من قبل. الحين أكيد. انت قاعد تتكلم عند الطالب عده جهات يقدر ياخذ منها المعلومه، اكيد اهمها السوشيال ميديا اليوم. السوشيال ميديا أيه. البرامج اللي موجوده عندك. صحيح. المواقع تقدر انت تاخذ المعلومه قبل انت الكتاب بالضبط مالك الكتاب تخطط حق نفسك وتبدا. رحم الله والدينك. نعم والدينك. نعم الجنة. والمكتبه كانت قبل المكاتب، كنا نروح نقعد في المكاتب. نعم. ناخذ المواضيع اللي نحتاجها. نعم. بالدراسه عموما، هل عمل المبادره اليوم مرتبط فقط في فتره الامتحانات ولا ما بعد الامتحانات انتم مستمرين؟ والله شوف مبدئيا للامانه احنا كنا مرتبطين نفس ما قلت لك تفضلت البدايه، احنا كنا مركزين اول ما بلشنا على سالفه الدور الثاني. شفنا في قبول اقبال جميل واقبال. نعم. فقلنا لا لازم نسوي مراجعات ما يعني قبل اختبارات الفصليه وايضا الامتحانات الفاينل او النهائيه. كان في قبول، توسعنا بمشاريع. للأمانة احنا يمكن اذا تسمح لي قدمنا 3 مشاريع أو 4. حلو. منها استهدفنا ترى اولياء الامور. ممتاز. المعلمين. يعني الطلبه طبعا هذا شيء رئيسي واساسي. اولياء الامور قدمنا لهم سينوجيم، درس نموذجي ان الطلبه خليناهم يعتمدون على نفسهم، او عفوا اولياء الامور شلون تدرس ولدك وتنمي عنده المهارات. كذلك المعلمين اعطيناهم ورش في جميع المجالات للأمانة. فيعني ان شاء الله نطمح ان نزيد ونركز على شريحة اكبر ان شاء الله. اكيد. دام انك يبطاري المعلمين اليوم استاذ فهد، شنو المعايير اللي تقومون فيها او تختارون فيها المعلمين؟ نعم. المتطوعين. جميل. اليوم يعني هل في شروط معينة انتم تحتاجونها حق المعلمين؟ طال عمرك هو شرط واحد بالنسبة للمعلم اللي بيقدم حصة، أنه يكون في وزارة التربية وما زال على رأس عمله. يمارس مهنته يعني. نعم يمارس مهنته وعارف ومدرس المنهج. أما بالنسبة للفريق، ترى عندنا فريق إداري وتنظيم وغيره، عندنا محامي، عندنا مهندس، عندنا خريجي محاسبة. الجانب الإداري والتنظيم لا الكل حياها الله. أنتم موفرين معلمين في جميع المجالات؟ نعم نعم، تقريبا غالب او اغلب المواد موفرين معلمين. نعم. المبادرة اليوم استاذ فهد تعتمد على التدريس الحضوري ولا لكم تدريس عن طريق الاونلاين ولا شلون طريقة؟ الحمد لله يعني شوف يمكن كورونا كانت فيها نعم كثيرة، ترى جانب الاونلاين كان حاضر وبشدة، ولحد الحين ترى احنا نطرح حضوري واونلاين في جميع المواد في المراحل المختلفة، فموجودين في الجانبين الحضوري والاونلاين. نعم. طيب استاذ فهد، برايي كمعلم اليوم وتعاملت مع الطلبه، شنو هي افضل طريقه للاهل انك انت توصل الرساله هذه والاجواء المسانده للطلبه اثناء الامتحانات؟ نعم. الاهل يعني انا اتمنى من اولياء الامور التحفيز، التشجيع، دائما لازم تعلمونهم ان الهدف من الدراسه انك انت ان شاء الله تبني هذا مستقبلك، دائما هالشيء هذا، وايضا سبل الراحه. صحيح. يعني مشاكلكم بعيده. لازم شويه تفصل ما بين الدراسه لأنه يطلع من الجو، اذا كانت في مشاكل الجو مو مهيئ راح يطلع من الجو. اكيد. نعم. طبعا. فهذه أبرز الأمور اللي أتمناها من أولياء الأمور أنهم يحافظون عليها، خاصة لأبنائهم الطلبة. ملاحظ أنا يمكن من مبادرتكم هذه التركيز على أولياء الأمور أكثر من الطلبة. اليوم هم الأساس، هم اللي ينتجون، هم شركاء معانا بالموضوع هذا. صحيح. هم شريك أساسي. لأن أنت مهما تقدم في المدرسة إذا كانت الأجواء مو صحية في البيت او ما كانت في سبل للراحه للطالب ما راح تساعد، ما راح يعني ما سويت شيء. احنا ركزنا نفس ما قلت لك مشروع درس نموذجي كان مسلط على اولياء الامور ان يا جماعه الخير هذه طريقة التدريس. أيه. في مادة اللغة العربية، الإنجليزي، الرياضيات، والله الحمد يعني كان في تجاوب كثير من أولياء الأمور. صحيح. نعم. اليوم لكل طالب أجواء معينة يمكن للدراسة في بعض الأماكن، نشوف ناس تروح تدرس في الكافيهات، نشوف ناس تدرس. صحيح. في البيوت، في واحد يدش الغرفة يسكر على نفس الباب تلاقيه ينعزل. شلون تشوف الوضع هذا بشكل عام؟ والله شوف دام انها جايبة نتيجة، يعني أنا مهما تدرس السطح
بكوفي ولا دام ان انت شايف ان فيها نتيجه خلاص مش على طريقتك واسلوبك. يعني ما اشوف ان فيها شيء يمنع ان انت تروح بجروبات. احنا ايام الجامعه كنا جروبات والبرزنتيشن والامور هذه تقعدون بالكافيهات والكافيهات وكذي. صح تصير سوالف. تصدق انا عكسك استاذ فهد والله ما اعرف اذا ما اعزل نفسي في مكان معين وقهوتي وجابل وادرس اتشتت. يعني مثلا تروح تقعد بكافيه واحد داش واحد طالع شيء تتاذى تتشتت. شوف هو في بعض في ناس شيء في ناس كذي وفي واحد لا والله يحب انه شويه ما يحب انه منحكر بمكان واحد. عرفت وبالتالي هو كل واحد في طريقته دام انها جابت نتيجه. صحيح صحيح اكيد. في واحد يدرس بالازعاج غرابه انا ما ادري شلون بس عاد الله يعطيك الصحه اكيد. نصيحتك استاذ فهد اليوم لابنائنا بفتره الصيف المحافظه على ثراء معلوماتهم نتكلم وتحصيلهم الدراسي عشان لا ينسون ولا يصير فينا اللي صار بالسنين اللي فاتت. فتره الصيف 14 من بعدها جاي ما يعرف يمسك الورقه والقلم فهذه مصيبه. اليوم شلون نحافظ على هالمهارات هذه؟ طال عمرك شوفوا في شغله اسمها فقدان التعلم الصيفي او الانزلاق الصيفي. هذه مشكله كبيره. يعني يمكن دول برا امريكا وكندا كانوا يعالجون المشكله هذه. شافوا ان الطالب فتره الصيف يفقد لما يجي الكورس الاول يفقد شهر تقريبا من المهارات اللي اكتسبها في المدرسه. وهذه مصيبه وهذه مشكله كبيره. صحيح. فعالجوها في الانشطه في المعاهد في امور كثيره. فانا اتمنى من الطلب على الاقل يعني احنا يوم كنا صغار يعني انا كنت احب شيء اسمه معرض الكتاب. الله. فالوالد الله يحفظها روح معرض كتاب اشتري كراسات اعدل الخط القراءه قراءه القصص مجله العربي وغيره وغيره حتى لو رسم الالوان المائيه اللي كنا نخرب فيها البيت ماكو فشيء زين يعني مهارة. بالضبط هذه مهارات. زائد ان عندك انت وسائل التواصل الاجتماعي عندك البرامج تقدر تاخذ منها المعلومه. اكيد. اذا قعدت والله فكرت شوف الطالب مجرد ما تدش العطله الصيفيه تفكيره ان هذا هذه راحتي انا اروح اتمشى انام. مو غلط سو هواياتك اللي تحبها لكن خل وقت حق المهارات. حتى لو يوم بالاسبوع تنمي هالمهارات. ودور الاهل طبعا شيء ضروري انه في هالموضوع هذا طبعا. اكيد طبعا. استاذ فهد دائما الاوقات الجميله تمر بسرعه. كل الشكر والتقدير لك على قبولك الدعوه وحضورك ويانا في برنامج. الشرف لي والله يجزاكم خير على الاستضافه والفرصه. يطول لي عمرك يا حبيبي. مشكور وما قصرت. كذي اعزائي المشاهدين كون خلصنا فقرتنا الاولى وعندنا استطلاع. خلونا نروح نشوف هذا الاستطلاع ومن بعده لنا عوده. خلكم ويانا. Thank you.